يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.